حلقتنا متابعة معكم لننتقل لكينيا ولنتعرف تحديدا على الشيف كيران يلي نال جائزة أفضل شيف بالإعلام. شو سبب هالجائزة وشو بيقدم للجمهور؟ منتابع سوا بهالتقرير. من جذور إنجليزية هندية وكينية كان لابد إلا وأنه يحمل مخزون ثقافي وحشري كبير. فعلا بكينيا كيران جاثوا بيملك مطعم من أشهر المطاعم الكينية وأفريقيا ككل. هالأخير بيقدم برنامج تلفزيوني على محطة محلية وأمريكية، خلاله بيزور المزارعين وصيادي السمك والقبائل، بيتعرف وبيعرف المشاهدين على المنتوجات الأفريقية وكيف تطبخ، وحتى أنه بيغامر مع القبائل للصياد وأكل أصناف جديدة. كيران وصل للنهائيات بمباراة عالمية كأفضل شيف بالإعلام، لكن هدف كيران مش الشهرة، هدفه يبقى قريب من المزارع والصياد الكيني ويخترع معهم أطباق بطيبة أهل القارة الأفريقية. وبختام الحلقة مثل العادة بننتقل إلى استوديو كلام بيروت. اليوم الاثنين من بعد غياب الصحافة امبارح أكيد زميلتنا رولا راجعة بزخم والملفات كتير. صباح الخير رولا. صباح الخير فعلا جوال. بونجور جوال. بونجور. الملفات السياسية كتير، يمكن أبرزها المسعى اللي عم بقوم فيه الرئيس نبيه بري لتحريك عجلة الحوار بالبلد. بموضوع الحكومة تأكيدات للرئيس تمام سلام أنه الحكومة هي يعني لازم تضل متجانسة وموحدة وتتخطى كل العرائيل. بالملفات الثانية عندنا ملفات أمنية، ملفات غذائية، وأكيد ملفات حقوقية مع دكتور صلاح حنان النائب السابق يلي هو ضيفنا بعد ما وصل مثل كل نهار تنين. عجقة كتير اليوم شتي، نحن بنتوقع أنه الضيف يتأخر. بقى كيف إذا كان شتي؟ كيف زيادة. إذا كان شتي مزبوط عم بتشتي. نعم. فإذا هذه هي أبرز الملفات يلي رح نقشها مع دكتور صلاح حنان. نعم رولا، عم نتمنى لك حلقة موفقة. التفاصيل من تبعها على الساعة 9:05 من بعد موجز الأخبار وعلى www.futuretvnetwork.com. هيك ممكن وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30. نتمنى لكم بداية أسبوع حلوة ودافية. انتبهوا على الطرقات ولاقونا بكرة. باي. سجل لاسينا سورو هدف قبل نهاية المباراة بين النجم والإخاء بحوالي 20 دقيقة ليمنح النجم 3 نقاط مهمة جدا في الصراع على الصدارة مع فريق العهد، وبالتالي حافظ النجم على فارق النقاط 2 بينه وبين العهد وانفرد بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن الأنصار صاحب المركز الثالث. المباراة اللي جرت بأجواء ماطرة اقتنص النجم نقاط 3 بصعوبة وعمق جراح الإخاء اللي تجمد رصيده عند 5 نقاط فقط، واللي كان عم يزيد الصعوبة على الإخاء هو الانتصار الأول اللي حققه التضامن صور على فريق الرسنج على ملعب بلدية برج حمود، حيث استطاع الفريق الصوري أن يعود إلى صور بنقاط المباراة كاملة ليرفع رصيده من النقاط إلى 5 ويتجمد رصيد الرسنج عند 11 نقطة. ومن البقاع عاد السلام إلى زغرطة بنقطة ثمينة حصل عليها بعد تعادله مع صاحب الأرض فريق نبشيت 1-1. بدأ لويس هاملتون سباق الأحد في أبو ظبي في المركز الثاني خلف غريمه ومنافسه على اللقب نيكو روزربرغ. روزربرغ كان يحتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف زميله في الفريق ب 17 نقطة، وكان عليه الفوز بالسباق للفوز باللقب، بينما كان يكفي هاملتون الفوز بالمركز الثاني فقط. هاملتون سرعان ما انتقل إلى المقدمة عند المنعطف الأول، بينما ازدادت الأمور سوء لروزربرغ حيث عرضت سيارته لمشاكل ميكانيكية أدت في الأخير إلى القضاء على أمل الفوز باللقب وأنهى السباق في المركز الـ 14. هاملتون كان يبحث عن أول لقب عالمي له من 2008 وكان له ذلك بالفوز بالسباق. هاملتون فاز ب 11 سباق هذا الموسم وجمع 384 نقطة، بينما فاز روزربرغ بخمس سباقات وجمع 317 نقطة. سائقي الويليامز فيليبي ماسا وفاليتيري بوتاس حلوا ثاني وثالث في السباق. سائق ريد بول دانيال ريكارديو حل رابع في سباق الأحد.
المصنف الثاني عالميا روجي فيدرير 33 سنة فاز على الفرنسي ريشار غاسكي في مباراة الفردي المعكوس بنتيجة 6-4 و6-2 و6-2 أمام جمهور غفير احتفل بصخب بأول لقب في كأس ديفيس لسويسرا. سويسرا كانت تتقدم على فرنسا بمباراتين مقابل مباراة واحدة بعد مباراة الزوج يوم السبت، وكان على ريشارد غاسكي الصمود أمام فيدرير في مباراة الفردي المعكوس. لكن فيدرير رغم انسحابه من نهائي بطولة لندن الأخيرة بسبب ألام في الظهر، فإنه قدم عرض مميز ليفوز على غاسكي اللي لم يفز على المخضرم السويسري سوى مرة واحدة في اللقاء ال14 الأخير بينتهم. فيدرير فاز بسهولة ب 6-4 و6-2 و6-2، ما يعكس عزيمة لاعب فاز بكل شيء في التنس سوى كأس ديفيس، وكان عازم على العودة من ليل الفرنسية بكأس البطولة. صاحب أسوأ النتائج في دوري القسم الغربي فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر استضاف فريق بروكلين نتس في قاعة تشيزيباك إنرجي أرينا، ومن سلة سجل ستيفن آدامز تقدم فريق ثاندر ب 27 نقطة مقابل 21 في الدقيقة 12. وفي بداية الربع الثاني نجح فريق بروكلين في معادلة النتيجة، بعد سجل البوسني ميرزا نيليوتوفيتش في تسجيل سلة ثلاثية، ومن سلة سجل أنتوني مورو تقدم فريق ثاندر ب 53 نقطة مقابل 49. وفي الربع الثالث نجح فريق ثاندر في انتزاع التقدم، ولكن فريق بروكلين استرد التقدم في الربع الرابع ب 86 نقطة مقابل 83 بعد سلة أحرزها ديرون ويليامز. بعدها نجح فريق بروكلين نتس بقيادة جاريت جاك يلي سجل 23 نقطة في الفوز باللقاء ب 94 نقطة مقابل 92. فازت تشيكي رومان كوديلكا بأول سباق في الموسم الجديد لكأس العالم في تزلج القفز في ألمانيا امبارح الأحد. كوديلكا تغلب على النمساوي ستيفن كرافت والألماني وينجر أندريا، وغاب عن السباق المدافع عن اللقب العالمي البولندي كاميل ستوك بسبب إصابة في الكاحل.